في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة نبعثها إليكم أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة الشارقة ومن برنامج من الشارقة. حلقتنا اليوم حلقة مميزة لأنها تتميز بالحديث عن العلم. العلم هو ذلك النور الذي يدخل إلى العقول ثم ينيرها فينير الأرض وما فيها. العلم والإعجاز العلمي هو حلقتنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم في ربوع من الشارقة. مشاركة مشاهدين الكرام نحييكم من جديد. حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام تتميز بموضوعيتها كما تتميز بضيفها، حيث نذهب معاً لفتح نافذة علمية غاية في الأهمية، وذلك بالحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما سوف نتطرق لفقه الطبيب المسلم وأخلاقيات الطبيب. هذه القضايا الشيقة والمفيدة حقا نسعد بأن نناقشها اليوم مع دكتور أحمد محمد كنعان. والدكتور أحمد محمد كنعان مجموعة من الكتب الطبية والعلمية والفكرية في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال الموسوعة الطبية الفقهية وموسوعة جسم الإنسان ذاكرة القرن العشرين، كما أن ضيفنا يتمتع بعضوية العديد من الهيئات الاستشارية لجمعيات عالمية ومجلات علمية، وقد فاز في عام 2004 بالمركز الأول والجائزة الذهبية لمجلة القافية السعودية. قبل أن نبحر في موضوع حلقتنا وضيفنا في مباحث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، دعونا أولا نذهب إلى دمشق والتقرير التالي عن المقاهي الثقافية. فاصل هذا الإعلان ومن بعده التقرير ثم نواصل. الثقافة هي الطفل المنبوذ حاليا بعد أن كانت فخرا لمن يتقنها. حال هذه الثقافة اليوم هو حال النزر. رغم وجود رموز لهذه الثقافة لا يزالون يتذكرون بحزن تلك الأيام الخوالي وكيف كانت المقاهي حبلا دافئا في الثقافة والمثقفين. مقهى تنحى جانبا عن الشكل التنظيمي، خلينا نقول، أو الأسلوب الرسمي. بدأهم الناس بتمتعوا بعفوية أكثر، بسبق أكثر، ما في قيود، ما في حواجز، بيقدر الإنسان يعبر عن آرائه بسبق أكثر، بعتقد يعني خارج إطار العلاقات الرسمية خلينا نسميها. فبدأ الحلو يعني. ليست المقاهي مكانا للهو ولعب النرد. هذه الخانة كانت سابقا، عندما كانت هذه المقاهي تمثل ساحة للنقاشات والمبارزات بين الأدباء والمثقفين، كل واحد منهم يشهر سيفه المبدع ويحث سيف الآخر باتجاه خطوة متقدمة تسهم في بناء المجتمع. مقهى قبل ما يكون مقهى هو ملتقى، حضرتك تفضلتي وقلتي كلمة ملتقى، هو ملتقى، ولما بيكون في التقاء لما بنلتقي نلتقي. نحن اللي منا بمجتمعاتنا ان نلتقي بلقائنا، لكن بده يكون على فكره واحده، على هدف واحد. لما بنجتمع هون نتجاذب الحديث ونصل الى فكره، يعني لحالي ما بكفي من سواكم ليسمعني واسمعه، قد قيل في المثل الناس للناس. واذا اثبت دور المثقف عموما في عصرنا الحاضر بالتزامن مع تراجع دور الكتاب، فان بعض المقاهي في دمشق لا تزال تشهد حضورا لشعراء مسرحيين وأدباء يجربون دون كلام أية إمكانية لعودة الألق لهذه المقاهي والأكثر الثقافة فيها. بعض المقاهي صارت تجمع مجموعة من الأدباء أو مفكرين أو ناس من طبقة معينة. الواقع لما بيكون بالشكل هذا بيكون أريح للجلسة للنقاش. أنا طبعا حتى عملي لما بكون عم بمارسه بسمع مع شركائي بالعمل، بعض الناس بتعامل معهم بهيك مقاهي. الجو العام اللي بيوفره المقهى بيساعد على تأديه العمل هذا. بيساعد على الأقل حتى لو تعرفت على ناس في المقهى بيساعدني أتبادل معهم وجهات نظر، بيساعدني أتبادل معهم الآراء. تؤكد حكاية الشام أن نزار قباني ومصطفى العقاد ومدوح عدوان كانوا يضعون لمساتهم الإبداعية بين كراسي بعض المقاهي. هند حمودي لبرنامج من الشارقة دمشق.
في كل مكان نحييكم في حلقتنا من الشارقة، وبعد أن تجولنا في مقاهي دمشق العلمية الثقافية التي ربما تضم العديد من العقول الثقافية هناك في دمشق، اليوم نحن نستضيف أحد هذه العقول العلمية وهو الدكتور أحمد محمد كنعان الذي يشغل حاليا رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بالشرقية في المملكة العربية السعودية، والباحث في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياك الله معنا دكتور أحمد، شرفنا حضورك اليوم واستضافتك في برنامجنا الشارقة. شكرا أخت أمال على هذا اللقاء وعلى هذه المشاركة، وشكرا على هذا التقرير الذي حولنا إلى أفياء دمشق وهذه المقاهي الثقافية التي نتمنى أن تعود إلى سابق عهدها في نشاط الثقافي والعلمي. نتمنى ذلك، ونتمنى أيضا أن تثرى مقاهي الشارقة وكل ربوعها العلمية إن شاء الله بعلم كل العلماء من أمثالكم دكتور أحمد. دعنا نبدا أن نوضح دكتور للمشاهدين وببساطة تعريف الإعجاز العلمي وعلاقته بالمعجزات التي جرت على أيدي الأنبياء عليهم السلام. لا شك هناك فرق كبير بين مفهوم المعجزات التي جرت على ايدي الانبياء عليهم السلام وبين هذا المصطلح الحديث الاعجاز العلمي. المعجزات هي تلك الحوادث الخارقه للعاده التي جرت على ايدي الانبياء عليهم السلام من امثال عصا موسى عليه السلام، وما جرى من ايات كبيره على يد سيدنا عيسى عليه السلام من ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى والمائده التي نزلت من السماء واطعمت القوم في ذلك الوقت. هذه المعجزات تحدث من الخارقة للعادة، تحدث من زمن الأنبياء، والقصد من هذه المعجزات نوع من التحدي للقوم وإثبات نبوة النبي، وأن هذا الأمر المعجز الذي جرى على يديه لا يمكن أن يجري إلا بتأييد من الله عز وجل. هذا المفهوم العام للمعجزات، يعني فيها معنى أن خارقة للعادة، وأن فيها نوع من التحدي، وأنه لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثلها. أما الإعجاز العلمي فهو مفهوم جديد ظهر على الساحة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة هذا التقدم العلمي الهائل الذي حدث في العالم والمعلومات العلمية والمكتشفات العلمية الحديثة التي جرت. فبدأ العلماء يعودون إلى بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية فيجدون فيها نوع من التطابق أو وجه من أوجه التطابق بين هذه الآيات أو الأحاديث النبوية وبين هذه المكتشفات العلمية. فهذا هو الإعجاز العلمي، أن يأتي خبر أو حقيقة علمية في القرآن أو في السنة لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك الإمكانيات والأجهزة والوسائل التي تكشف هذه الحقيقة العلمية، وإنما تكشف هذه الحقيقة بعد نزول الوحي بسنوات طويلة. فهذا ما يقصد به بالإعجاز العلمي. دكتور، ذكرت لنا عن موضوع الإعجاز العلمي بالمفهوم الحديث اليوم، علاقته بإعجاز القرآن الكريم، وهل يمكن أو هل تجوز المطابقة يعني سواء شرعيا أو حتى منطقيا مطابقة الإعجاز العلمي بإعجاز القرآن الكريم وما ورد في القرآن من صور الإعجاز؟ لا شك بأن الإعجاز القرآن الكريم أو القرآن الكريم أوجه إعجاز عديدة جدا، ليس وجها واحدا. نحن من أقدم من أول من تحدث في موضوع الإعجاز العلمي أو الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز البياني. كما تعلمون أن القرآن الكريم نزل على أمة كانت القمة في الفصاحة والبيان. وكما نعلم يعني وهذه نقطة مهمة جدا يعني قلما توقف عندها الباحثون في موضوع الإعجاز البياني في القرآن الكريم. أن الله عز وجل هو الأمة العربية قبل نزول الوحي بحوالي قرنين من الزمان هيأهم بحيث أصبحوا قمة في البلاغة والفصاحة. وكما نعلم كانوا يعقدون المهرجانات الموسمية مثل سوق عكاظ وما شابه ذلك من مواسم أدبية ويجتمع فيها فحول الشعراء والفقهاء والأدباء فيتبارون بالشعر ويختارون قصيدة يكتبونها بماء الذهب قبل القصيدة الأولى ويعلقونها على أستار الكعبة ويخوف الناس من حولها.